ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، ويا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايه اخدكم معايا كده فسحه تحت البيت عندي. صاحبتي كان بالي كتير جدا 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 ما شفتهاش، وكلمتني قالت لي انا جنبك ما تنزلي، فرحت نازله. نزلنا نتمشى، شفته في اول الفيديو هو ده المكان اللي احنا هنطلع نقعد فيه. احلى حاجه في المكان اللي انا ساكنه فيه انه كله مجمع كافيهات ومطاعم، فالموضوع او المنطقة مسلية جدا. دخلنا قعدنا في الكافيه، بص شكله عامل ازاي. ده اوت دور، احنا كنا قاعدين جوه علشان التكييف والجو كان حر كده شوية. ف ده المكان هادي ورايق، وهو بيزحم جدا بس بالليل، يعني الدنيا اول ما بتتأخر بقى بتبتدوا تلاقوا المكان ما بقاش فيه مكان تقعدوا فيه، ولازم يبقى بالحجز والكلام ده كله. شربت ليمون نعناع، وهي طلبت شاي اخضر بالنعناع، فانا يعني هي لما قالت كده للويتر كذا مره سالتها شاي اخضر بالنعناع شاي اخضر، وهي كانت مستغربه ان انا مستغربه، بس انا لغايه دلوقتي مستغربه. المهم الدنيا كانت ليلت، وكنا فكرنا ان احنا ناكل وجعانين. عايزاكم تخمنوا يا جماعه المنطقه اللي انا ساكنه فيها، يعني انا مش هقول لكم، بس هاخدكم فسحه كده يمين وشمال الكومباوند، وانتوا تقولوا لي انا ساكنه فين، واللي هيجاوب صح هياخد هديه. ده بجد، بس طبعا صحابي يمتنعوا عن الاجابه في الكومنتات، لان اكيد انتوا مش هتاخدوا حاجه لان انتوا اكيد عارفين. خلاص خلصنا ونازلين. هو المكان فوق بس عباره عن كافيهات، ف احنا قعدنا في واحد منهم وبعدين بننزل بقى. كنا جعانين جدا جدا جدا، فمكناش عارفين ناكل ايه او ناكل فين. وفي الاخر الحمد لله اخدنا قرار ان احنا نروح ناكل في ماك. احنا جنبنا هنا إيه يعني، عشان كده يا جماعة لما تحاولوا تسكنوا في مكان حاولوا تسكنوا في مكان فاضي، ما مش تحتكم اي حاجة، لان الحاجات دي بتتخن جدا. ان انتوا تكونوا ساكنين في مكان تحت منكو ماك او بيتزا هات او اي حاجة، انتوا فعلا بتتخنوا جدا. لسه بيتزا هات كان على الشمال اهو، واحنا متجهين في عمركم شفتوا المكان المنطقة هنا او المكان ده تقولوا لي فين؟ اللي هيجاوب صح هيجي يخرج معانا في الويكند الجاي يقعد معانا في الكافيه. بنات طبعا. بس تعالوا بقى ندخل جوه، مكتبولي كده في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتحبوا تاكلوها لما بتخرجوا برا. احنا طلبنا تشير بوكس وقعدنا ناكل 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 ناكل، بس حقيقي يا سلمى حبيبتي تفتح النفس، انا معرفش كلت الاكل ده كله ازاي. خلصنا اكل وقعدنا نرغي 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 نرغي، وبعدين هي قررت انها تروح، وانا بشرد لها في الفيديو دلوقتي ان هي قررت انها تروح بدري، ما قعدتش 3 4 ساعات معايا. وكانت هي متجهة الى العزبي اللي في الوش عشان تشتري حاجة لاختها. انا بشرد لها جامد قوي يا جماعة. المكان بقى اللي انا واقفة فيه ده او اللي احنا ماشيين فيه ده بالليل ما تعرفوش يا جماعة، لغاية الساعة 3 الصبح مثلا او 4 الصبح ما تعرفوش تمشوا فيها على رجليكم، بيبقى المنطقة دي كلها عربيات وفاتحين الشنط من ورا وقاعدين فيها الناس وسهرانين لغاية الصبح بقى قدام مايك، والمكان ده كله ما بيبقاش فاضي خالص. هنا بقى بعد ما صاحبتي مشيت، طبعا انتوا عارفين ان سمر اختي ساكنة جنبي، فطلعت قعدت معاها ساعة وفضلت واقفة في البلكونة بقى كده من جوه اصور الطريق. مين بيحب يقف في البلكونة يتفرج على الشارع او يتفرج على عربيات وهي ماشية كده؟ معرفش ليه فيا العادة دي من وانا صغيرة بحب وقفة البلكونة قوي. بس خاصة لو انتي مش قدامك حد، يعني مين بيحب يعمل كده يقعد يسمع اغاني. تعالوا بقى هنا ده لما دخلت الكومباوند من جوه، في ناس لغاية دلوقتي لسه حاطة فوانيس رمضان، وده شيء مبهج جداً. انا برضو من الناس اللي تحب بعد رمضان ما تشيلش الزينة. بحبه يفضل مكمل.
والله بجد بحب اسيب الفانوس كده ببقى زعلانه وانا بشيلهم، مش عارفه ببقى زعلانه، مبقاش عايزه الزينه، بيبقى شكلها حلو، مبقاش لسه شبعت منها، ببقى عايزاها تفضل منوره. فبفرح قوي بقى من البلكونات، بصوا اللي بتبقى لسه حاطه انوار او كده، بغض النظر بقى ليه علاقه برمضان او ملهاش، يعني انا بحب كده. بصوا بتدي شكل كده والله، وروح وبهجة وإضاءة جميلة. مش شرط رمضان، ممكن نفضل عاملين كده طول السنة، يعني مش لازم ان احنا ننور الفانوس، بس الأنوار اللي هي بتبقى بتعمل إضاءة زي كده، نفضل حاطينها مثلا في مكان في كورنر معين في الشقة، زي ما انا حطها مثلا على المرجيحة عندي، او مثلا على سور البلكونة كده، يعني دول بقى سايبين المفارش نفسها بتاعت رمضان. وصلنا البيت ونطلع بقى. ايه اتفسحتوا يا جماعة معايا ولا ما اتفسحتوش؟ هويت عنكم كده وخرجتكم وفسحتكم شوية، لفيتوا ولفلفتوا معايا ولا ما لفلفتوش؟ بقى في اللحظة دي وانا داخلة بقعد اقول هي 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 كده، روحت. بس انا مروحة مش ايدي فاضية، انا مروحتش ايدي فاضية يا جماعة، انا مروحة ومعايا مدلعة. ما كانش ينفع اروح واعدي من جنبها ما اشتريهاش. المدلعه بقى دي يا جماعه للي مش عارفها او ما دقهاش قبل كده، فهي تستحق التجربه. المدلعه دي عباره عن رق بسبوسه، في النص كريمه او قشطه، وتحت كنافه، من فوق بقى كراميل او نوتيلا، وحاجه كده يا جماعه مش طبيعيه. انا جربتها، هوريكم اسم المحل دلوقتي، انا جربتها اللي موجودة بتتباع دلوقتي في القاهرة، وجربتها الاصلية بتاعتها اللي هي من طنطا، تمام؟ اللي من طنطا احلى بكتير وطبيعية واصلية، يعني تحس الطعم فيه فرق، الكريسبي كريسبي والطري طري لا فظيع. فهي من هنا من القاهرة مش وحشة، بس زي ما تقولوا ان كل محافظة واللي بقى ليها تركاتها يعني وكده، او الحاجة اللي مشهورة بيها قوي. يا رب تكونوا اتبسطتوا، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.